والحديث أكثر عن إطلاق السلطات القضائية للمتهمين من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في محافظة ذي قار، تنضم إلينا من العاصمة بغداد عضوة اللجنة المنظمة لثورة تشرين آلاء عبد اللطيف المصطاف. مرحبا بك معنا أستاذة آلاء. كيف تقرأين قرار محكمة استئناف محافظة ذي قار بإطلاق الضباط والعسكريين المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في المحافظة؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدي قناتكم الكريمه. بالنسبه لهذا الموضوع حقيقه احنا من اول ما اطلق اشاعه اطلاق سراح الو عفوا نعم عفوا صوتي مسموع؟ مسموع تفضلي. نعم، اطلاق سراح 950 معتقل حقيقه كان قرار يشوبه الريبه، وكنا متوقعين انه اطلاق سراح المعتقلين راح يكون انتقائي، كل من حسب محسوبيته وحسب انتماءاته وحسب مقربته من السلطات القضائيه او سلطات حزبيه او ما الى ذلك. لكن اليوم بعد شفنا هذا التطور باطلاق سراح مجموعه من المجرمين متهمين بقتلهم العلني لمتظاهرين سلميين، هذا يدل على أول شيء عدم نزاهة القضاء بل وانحطاط المنظومة القضائية داخل البلد. ثانياً، إذا أنتم كثوار تعتبرون بأن هذا القرار قرار مسيس أكثر ما هو قرار قضائي حتماً. مهني؟ نعم حتماً، لا يمتلك أي نوع من المهنية، قرار مسيس 100%. الغاية منه اولا خلط الاوراق مع بعضها، ثاني شيء عدم الاكتراث وعدم الاهتمام لاي صوت شعبي، والا كيف تقرا مجموعه قتله لناس ابرياء تظاهروا بشكل سلمي لاجل مطالب حقه كفلها لهم الدستور وكافه القوانين باطلاق سراحهم بدون اي محاكمه. ثاني شيء احنا نعتبرها هذه عملية استباقية، سبق وان احنا صرحنا اكثر من مرة انه الطوفان الشعبي قادم بعد ما تنتهي ازمة جائحة كورونا وبعد ان تنتهي ازمة العجز الذاتي او حظر التجوال. هذه عملية استباقية من الحكومة لغرض تأكيد على نيتها للقمع قبل ان تبدا تستأنف الثوره اعمالها. وهل هذا الامر او هذه الخطوه من قبل السلطات القضائيه في محافظه ذي قار برايك سوف تكسر من عزيمه ثوار تشرين؟ اطلاقا اطلاقا. نعم. بالعكس، احنا من اول يوم الثوار ثاروا ضد الفئه الحاكمه الفاسده كانوا متوقعين امامهم كل شيء. ولما شفنا القمع بكل انواع الاسلحه اللي من اسلحه تستخدم لقتل البشر الى اسلحه الصيد الى الخطف الى القتل، كانوا حاطين امامهم الشهاده او استعاده الوطن. نعم أستاذ آلاء، يعني تحدثتم كثيرا أنتم كثوار خلال ثورة تشرين عن فساد الكتل والأحزاب السياسية، يعني ألا ترون بأن القضاء كذلك لا يقل خطورة على المواطن العراقي من الطبقة السياسية الفاسدة؟ أخي، إذا صلح القضاء صلحت منظومة الدولة. نعم. أي عن أي قضاء نتحدث؟ ونحن من 17 سنة ولغاية الآن كل القرارات القضائية تفسر عشوائيا، نفس الصيغة القانونية نراها تفسر بأكثر من صيغة حسب أهواء الأحزاب. نعم. آلاف من المعتقلين موجودين بالسجون، آلاف المغيبين، أي قرار اتخذ لحد الآن قسم منهم بدون محاكمات. نعم. ما هي يعني المعتقلين والمغيبين؟ نعم. حاليا يواجهون حكم إعدام محتم بظل الظروف السيئة في السجون. نعم أستاذ آلاء، يعني هل تتوقعون موجة جديدة مكملة لثورة تشرين؟ بالتأكيد، نحن قلناها إذا كان تشرين. نعم. عبارة عن موج غادر فما بعد جائحة كورونا سيكون طوفان وربما تسونامي جديد. نعم،
عضوة اللجنة المنظمة لثورة تشرين الأستاذة آلاء عبد اللطيف المصطف كانت معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.